مكبل اليدين بوجه شاحب ومرهق، سار أحمد يحيى بخطوات متثاقلة نحو جنازة شقيقه. وسط حزام أمني مشدد لأفراد الصاعقة للدرك الوطني، حضر الوزير الأول الأسبق لمقبرة جريدي بأعالي العاصمة. تما خلونا طريق تما الله يخليك، هيا شي خير تما خلونا طريق تما الله يخليك. خلونا طريق، 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 خل
منا الشيف اروح الشيف كيف الشيف هنا والله العظيم حضور يحيى الذي تضاربت الأنباء بشأنه إلى غاية اللحظات الأخيرة قبل أن يوار جثمان الفقيد لمثواه الأخير. قرار أخر مراسم الدفن لدقائق في انتظار وصول الوزير الأول الأسبق. الوضع الصحي الاستثنائي جراء تفشي الكورونا لم يمنع من أن يجلب وصول أحمد يحيى للمقبرة مئات المعزين مثلما استقطب آلاف الفضوليين. الله أكبر. وعلى ذاك النحو حضرت شخصيات وطنية عرفت الفقيد ورفقاء الرجل في مهنة الجبة السوداء. شان بيجو كبر لك كيف كيف الحومة قرنا في مشيد واحد شان بيجو ربي يرحمه ان شاء الله ربي يثبتو. عندي 20 سنه من اللي نعرفه او جاري الباب في الباب وربي يرحمه ان شاء الله ويصبر ماله وانسان يعني خالق ولد فاميليا ويحشم ويحترم كاع الناس ويحترم كاع جيرانه والانسان يعني في الشده تصيبه اللي صار فياب واش تحب نقول لك اكثر من هذا الشيء يا اخو ان شاء الله ربي يصبر ماله وربي يرحمه ويوسع عليه. اخينا العيفة رحمه الله تربى معنا في المدنيه وليد سالومبي انسان يعني في المستوى الله يرحمه ويوسع عليه انسان كامل الناس تشهد عليه يعني تشهد عليه باللي انسان طيب بوسونس بروبر ديمو يعني بمعنى الكلمه. المرحوم هذا عاش معنا 20 ولا 22 سنه عمرنا ما شفنا منه حاجه. انسان متواضع انسان ما يبكي مع الزوالي يساعد الناس سمعت ويحب الزوالي ما يحبش الحقره. الانسان معنا ما نتكلموا عليه من ناحيه الاخلاق من ناحيه التربيه من ناحيه اهل الحي كاع يعترفوا له بالاخلاق تاعو وانسان عادي انسان متواضع كايوه كاع الجزائريين ما عندوش تكبر ما عنده والقادر هذه هي الانسان القادر تاع بنادم هذه هي سمعت الانسان يطلب له بالرحمه والمغفره انا لله وانا اليه راجعون. وقبل نقل الجثمان للمقبره لم تختلف المشاهد كثيرا هنا بحيدرقان شرق العاصمه
أجواء مهيبة بمحيط البيت العائلي وسط إجراءات أمنية مشددة منعت فيها وسائل الإعلام من التقرب.